شو بيصير بالإحساس قلبي صار محتار ما فيك تفرض على حدا. هي قالت لك انه ما بتحبني يعني؟ هي ما قالت شيء. شو قعدتوا حكيتوا لك؟ قعدنا نحكي عن مشاكلها. هي انا بعتك تحكي عن مشاكلي ولا عن مشاكلها؟ هارون ليش عم تعيط؟ ما اعيط. امتى رح تحكي لي معها؟ هارون انا ما فيني احكي معها، انا لمصلحتك. هارون فكر معي شوي، انت بتقبل انه مرتك تقعد مع زلم لحالها؟ بتقبل ترجع من الشغل الساعة 4 وش الصبح؟ بتقبل انه يستوقفها الشاب ويقول لي انا معجب؟ اوعى تقلي انا بقبل. هارون انت زلمه عصبي وبعرفك، شخصيتك ما بتطبق مع شخصيتها، وحياتك غير حياتها، انتوا اذا بتتجوزوا اكثر من 3 ايام ما بتعيشوا مع بعض. الو الو مرحبا ابو محمد. هلا، مين عم يحكي؟ انا لوسي، فيني احكي معك شوي؟ تفضل يحكي. أبو محمد أنا حابة أشوفك ضروري. خير شوفي. يعني في موضوع حابة أستشيرك فيه. موضوع شو؟ معلش بس شوفك بخبرك. طيب أنا برجع بحكي معك، هذا رقمك. إيه هذا رقمي، بس لا تطول عم بستناك. إن شاء الله إن شاء الله. شو كنا عم نحكي؟ مين هي؟ ليش عم تسأل؟ مدري حسيت انه لوسي اللي عم تحكي. هارون مو ملاحظ انك زودتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت تمام؟ تكرم عينك. استغفر الله. ليش كذبت؟ Thank you.
لعند امك ولا لسه؟ لسه. الله يرضى عليك، بتروح لعندها اليوم. تكرم عينك يا صاحبي، صاحب بيموت. هارون بدك شيء؟ سلامتك يا صاحبي. بدي اقول لك بس ما بعرف ليش كذبت عليك، عن جد انا اسف. ليش جاي لهون؟ والله هي طلبتني وقال عندها مشكله وصرت اني اشوفها، بس اذا بدك يعني ارجع مستعد ارجع فورا. طلع فيني اشوف؟ صادق سامحتك، فوت لعندها، بس امان افتح معها موضوعي امانه، خلص بدنا اياك يا رب. خلص احكي فيه اللي في النصيب. امسك الورقه اللي هي الرسمه رسم لك يا هارون بدمه. وعن جد انت رسمتها بالدم؟ ايه والله. هاي عين شو يا هارون؟ هاي عين الفيزي، هاي عيني وهدول دموعي وهذا القلب قلبي. وشو هالارتيلي اللي راسمها جوات قلبك؟ لا هي مو ارتيلي، هي لوسي وهي بنتها بس هيك. ايوه. وهذا الجبل لشو؟ هذا جبل خاسيون، وهي نهر بلدهم، وهي صخرة سكوريني، وهون الكشك اللي بأول الربوي، وهذا الكوخ اللي نسكن فيه انا ولوسي. وهاد؟ هاد يا انت يا قدوسي، ماني متذكر، بس انتوا اثنين بقلبي. الله يخليك، لاني بحبك كثير ومشتاق لك كثير، بحبك انت كمان، مو لانك عم توفي بيني وبينها، لانك صاحب. خلص هارون، انت روح هلا وحكيني بعد ساعتين. بدي اياك يا رب. معناته بكره انا بسافر على العمره بتعبد ربي من هون، وانت بتفتحي البيت نظافه لالك ولاهلك من هون. لا طمني ست فايزه، ما حدا حيجي، كل واحد بهمه، بعدين ولا يهمك، يعني شو بدي اقلعه لاخي؟ ستي انت لا تقلعي لاخوك، اتركيني انا بقلعه. يا ست فايزه كلك ذوق وكلك فهم، يعني خمس دقائق بيشرب كاسه الشاي وبيطلع. ماشي، معك خمس دقائق بالعدد، اذا ما بتتصرفي انا رح اتصرف. عم بقول لك عم وصيني على حد، سيبك منه. امك شو صارت؟ الحمد لله منيحة، بعدين طابت من الفالش. طيب انت متضايقة مني شيء؟ لا اخي، نو بالعكس فرحانة فيك. ابتسامة إذا بطلب منك طلب بتساوي لي إياه ولا لا؟ يولك أخي، طبعاً أنا عيوني إلك. فيك تروحي لعند لوسي، تقولي له أنا بالمستشفى عم موت بدي أشوفها. مشان الله اخي، ليش عم تذل حالك؟ معقول هالطلب اللي عم تطلبه؟ مشان الله عم بحكي، مشان الله، انا والله العظيم اذا ما شفت اليوم بدي اقتل حالي. لك يا اخي دخيل الله، مشان الله لا بقى تحكي هالحكي، والله رح تطقني، بدل ما انك قاعد عم تحكي هالحكي، قوم فز راضيه لامك طلب رضاها، لك اخي الرضا بيمشي لك امورك، قوم فز، انت بتستسمحها من هون والله بيناول لك اللي بدك اياه، قوم هلا انا بلبس وبنروح سوا، والله بتفرح فيك. رح روح هلا وهي مو رايق، بعدين. اهلا وسهلا بابو محمد. اهلين مدام. يعني انا لهلا ما بعرف شو اسم حضرتك، بس بسمع الكل بيقولوا لك ابو محمد. ايه مزبوط، كل العالم بتنادي لي ابو محمد، بس انا اسمي نزار. خير مدام، شو الموضوع اللي بدك يعني فيه؟ انا بحياتي ما حكيت مع حدا وحسيت غير انه هو طمعان فيي او نظرته الي مو تمام او عم بيحكي معي لمصلحه شخصيه. الجمال له ضريبته. بتعرف ابو محمد؟ ما بعرف اذا بتصدقني بس من اول خمس دقائق شفتك فيهم حسيت اللي بعرفك سنين، حسيتك شخص محترم وبينوثق فيك. الله يخليكي، هذا من ذوقك، وتاكدي اني انا سعيد جدا. بس انا لهلا ما فهمت شو مطلوب مني.
هلا خايفة أطلب منك فتفكرني مجنونة. أعوذ بالله، تفضلي احكي ولا يهمك. شو رأيك أبو محمد نرتبط ببعض؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ يعني قصدي نتجوز. إذا متضايق وغامم على قلبك، شو رأيك تتمشى لك شوي؟ مو جاي على بالي. طيب بتزور القبور؟ يعني زيارة الموتى كثير مريحة، قال إذا دقت الصدور عليكم زيارة القبور. شو بك كلتي همي؟ كأنك بدك يعني نقلع من هون؟ لا أيو. ست ابتسام، شرفي. لك وين رايحة؟ ليش هيك زعلتي مني؟ لو بتعرف شو صاير معي، كنت ما زعلتي مني. فيلم هندي، سوكو سوكو. ما بعرف وين المشكلة يعني؟ بتعرف يا أبو محمد إنه في 100 حدا بيتمنى أتطلع فيه و100 حدا بيتمنى أرتبط فيه؟ أي رجل بالعالم مستحيل يرفض هذا العرض، وخصوصاً مع وحدة بتمتلك جمالك وروحك الحلوة، بس أنا عندي أكثر من سبب يخلوني أرفض. غريبة، أكثر من سبب؟ أنا قلت لحالي ما في ولا سبب بيمنع. أول سبب إنه أنتِ إلك طريقة حياة صعب إني أتأقلم معها. أخي تعال أقول لك، أنا عندي استعداد أعمل اللي بدك إياه. وهارون؟ يهي علينا وعلى هارون. وهذا أهم سبب، هارون معتبرني صاحبه ومأمي فيني وشب بيحبك كثير. هلا بدي أسألك شغلة، إذا ما ارتبطت فيك رح ارتبط بهارون؟ وين هارون ووين أنا؟ هارون كله مو ببالي، ماني مفكرة فيه. بس يمكن أنا ما بعجبك. بالعكس تماما، يمكن أنتي أكثر واحدة عجبتيها بحياتي. بس شو؟ هارون بحبك كثير وانا بدمره اذا برتبط فيكي. شوفي هالرسمه اللي راسم لك اياها بدمه. اخي انسالي هارون، انا بدي اسالك شغله وحده، انت بدك ياني ولا لا؟ اخ يا امي اخ، ولا رمضان بيصعب على الكافر، والله الكافر بيبكي عليه. برك وما عاد قام من ارضه. إن شاء الله محسب إنه مصلحة سونا عندي أهم من مصلحتك. لا والله، بس هدول حرمات لك أمي، ونحن ما لنا كفار. ولي على قامتي، ولي على قامتي، ولا خايفة يكون هالبنت عاملة بحالها شيء. ولي على قامتي يا أمي، ولي على نصيحة، ولي على نصيحة، ولي على أمي. أنا شو طالع بإيدي؟ أنا عملت بأصلي ورحت سترت على المخلوقة وتجوزتها وصلى الله وبارك. حسوا فيني كمان أنا إنسان. آخ يا أمي الله يرضى عليك، لك انت نيتك الطيبه وقلبك الطيب، الله دائما بيوفقك. روح دور على هالبنت، الله يوفقك يا امي، بركي الله هيك بحسنته بيشفي ابوها وبيفرح. اي والله برك وما عاد قام، وهالمحل تسكر وصاير فينا الفاره، الفاره بتدوخ ببيتنا وما بتلاقي الخبزه لك امي. يا امي شو صار لك؟ قلبت شحاده فرد مره. يلا يلا هونا انت وياه، يلا لشوف، ورجوني عرض كتاف كله. ورمي حاسس بحالي. بس
هاي سويتي انت وجوزك ولادك بالشارع احسن يعني؟ حاج بقى حاج مشان الله حسوا فيه. لك بكفي تجوزت حي الله من الفقر وتحملت هالعقربه كل هالسنين كرمال اولادي. امي لسه بهدله على الطالعه والنازله، بهدله على الطالعه والنازله، وهم سكرت امي مشان ما احمل كل همي. بس امي انا رح انجلط، عم تفهميني؟ لك امي فهماني عليكي، بس يعني ما كان لازم تضربيها، ما كان لازم. يا ستي اللي عملته فيها قليل، انا ما اكون محلها ما بتركها لافلخ راسها فلخ. ما دامك كل هالقد قبضاي، تفضل لاقي لها محل تنام هي وجوزها واولادها. طيب لاقي لها، ليش لما لاقي لها؟ انت اليوم نايميه عندك، وانا من بكره بدور لها على شي غرفه، على شي اسطوح، شي بايكه، شي زريبه تسكن فيها، ما مشكله. بعين الله لك امي، وانت يا حبيبي، وين بدك تنام؟ انا امي بدبر حالي، بس انا بدي منك شغله، اتركيني اليوم بس، وانا من بكره بحل لك مشاكلك ومشاكل اللي بدك اياها، ماشي؟ ماشي. سلام عليكم. مع السلامة. حري حساب يا حبيب؟ ما معي. الله لا يسامحك. أمنت بالله طول شغلتك مع الليل؟ خلاص والله يصبرنا على هالليلة. بس أنا لهلا ما فهمت شو مطلوب مني. هلا خايفة أطلب منك فتفكرني مجنونة. أعوذ بالله، تفضلي احكي ولا يهمك. شو رأيك أبو محمد نرتبط ببعض؟ ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ قصدي نتجوز. بتعرف يا ابو محمد انه في 100 حدا بيتمنى اطلع فيه و100 حدا بيتمنى ارتبط فيه؟ اي رجل بالعالم مستحيل يرفض هذا العرض، وخصوصا مع وحده بتمتلك جمالك وروحك الحلوه، بس انا عندي اكثر من سبب يخليني ارفض. انسالي هارون، أنا بدي أسألك شغلة وحدة، أنت بدك ياني ولا لا؟ مامي ماما سارة حلي عني هلا. ماما الدوسة ما عم ياكل شيء. يعني شو بدي أساوي له؟ طب ليش ما بتخلي عمو هارون يفوت لعنا؟ حبيبتي لما تجيبي لي سيرته لهارون. هارون سافر، إيه؟ بس أنا قبل شوي شفته بالجنينة. شو؟ وين؟ وينه سارة؟ ما قولي الو؟ هاي نوني. هاي لوسي، فيني اجي لعندك هلا؟ شو في نوني؟ في موضوع لازم اقول لك عليه ضروري. اوكي حبيبتي، اوكي بشوفك انا. اوكي يلا باي باي. باي. شو مع مين عم تحكي يا حلوه؟ مع رفيقتي سوسو. حلو كثير، برافو. ما من غير ما الو. اهلا ابو محمد، أنا اتصلت معك لخبرك إنه أنا فكرت منيح وقررت، وبيسعدني إني أنا ارتبط فيكي، بس عندي مشكلة واحدة، ما فينا نرتبط من دون ما نحلها. فهمت عليك، قصدك هارون.
طيب ليك ابو محمد، انا صار معي مشكله وضروري اشوفك واحكي لك اللي صار معي. افتح ابو محمد، شفتك ابو محمد، افتح. صاحبي ليه ما عم تفتحي الباب؟ هارون منين فتت؟ شو بدك منين فتت؟ ليه ما عم تفتحي الباب؟ طيب طيب عود بعدين بنحكي. احكي على الواقف. مستحي منك لانه ما قدرت اقنع لوسي تحكي معك. هارون بدي لك على شغله، بتمنى تسمعني منيح. انا صديقك وخايف على مصلحتك. لوسي مو من نصيبك. دور على بنت تحبها وتحبك، لانه الحب من طرف واحد والله عذاب. بس أنا رضيان بدي أتجوزها. بس هي تحب واحد تاني بدها تتجوزه. وجوزها؟ طلقها. جوز غيري؟ عجزتي. طيب يلا. هديلا عم بقول لك ما له هون. وين راحت؟ راحت تشوف واحد اسمه ابو محمد، بس على حدا انه ما رح تاخر. لوسي فهمي علي، انا ما فيني. لاول مره عم بحس حالي خاين، عم بكون واحد استأمني. انا من حيث الفكره ما عندي اي مشكله، واي واحد يتمنى يتجوز وحده مثلك، بس هارون ما رح يقتنع. والناقص لك عمرين ولا يقتنع. انا شو بدي فيه؟ انا معي شويه مصاري وجوزي بده يقتلني وانت مالك حدا هون، خلينا نتجوز ونترك البلد. هارون شو جابك لهون؟ انا جاي عن صاحبي محمد. ولا شو يا صاحبي؟ هارون انت فهمان الموضوع غلط. شو صح؟ هارون اسمعني اخي، انت شاب قبضاي وظريف وما في مثلك، بس الجواز مو غصب عني، مو بالزور. انا ما بزبط معك وانت مو ظابط معي. ليش هيك؟ ما بدي اتجوزك. طب انا مستعد انفض حالي، مساوي حالي واحد تاني، بدخل دورات انجليزي كمبيوتر، بزبط حالي، بس اعطيني فرصه. يا الله ما عم تفهم علي، انا بدي اتجوز. بس بدي اقول لك. ما بدي تقلي، بدي اتجوز ابو محمد. هارون يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، أبو محمد ما له علاقة بالموضوع، أنا اللي بدي أتجوزه، وأنا اللي بحبه لأبو محمد، هو ما له رضيان لأنه بيعتبرك رفيقه، بس أنا قلت له إنه أنت شاب ما في منك، وأكيد لأنك بتحبني حتبارك الله. هارون أنا ما بعرف شو. هارون، أنت كنت حدا منيح معي للأخير، وبتمنى تضلك منيح. ما بدك تبارك لنا؟ مبروك. من قلبك. قلبي. روح غسل ايدك اول شيء من الدم.
كان لازم اتركه يروح هيك، على الاقل كان لازم اعطيه مصاري. اذا هذا اللي مضايقك هلا بننزل وبنعطيه مصاري. وين بدنا نلاقي له نعطيه مصاري؟ هارون انا بعرفه، اذا ما لقيته قدام البنايه واقف حتلاقيه قدام الباب. احساس ما في، صفر. يا ما حبك نساني ايامي واسمي وعنواني، صار البيار يغلي نار. يا لا امتي صار لك شي يا اخي؟ هارون هاد انت؟ صار لك شيء؟ لا بس اندعست. طيب قوم معي، قوم قوم اركب. طلع مو مثل ما قلتي، طلع زلمه بحس وعنده كرامه. ولادين الحلال وصلوا له لجوزي حكي كثير ظريف عني، قام طلقني. بس وحياتك يا هارون، الله ما بينسى حدا. بعت لي دكتور هو اللي عمل العمليه لبنتي، قام حبني وتجوزني. يعني صحيح هو اكبر مني بمنيح، ايه بس واذا معيشني احلى عيشه ومستتني ببيت كبير وساتر علي وعلى بنتي، يعني شو بدي احسن من هيك؟ هو اللي اشترى لي السياره ظريفه ما؟ هارون لك شبك؟ وين رايح؟ بدي امشي. ما في تمشي، ما انك نازل هلا بدي اروح ارفك على جوزي. الله يخليكي، والله حالي ماني طايقه. سكر الباب هارون سكر، لسه ما خلصت حكي. بتعرف هارون انت عم تذكرني بحالي قبل فتره، ما انا هيك كنت شبك. انا بعرف انه الدنيا قسيانه عليك، بس اصحك تستسلم يا هارون، واللي عنده اصرار على شيء لازم يوصل للي بده اياه. أصحك تستسلم، وكمان الدنيا فيها شي حلو مو كلها مرة. لما بتطلعي من السجن ما حدا بيرضى يفوتك على بيته، وبتكتشفي انه كل العالم ما بتحبك، ما بيضل بالدنيا شي حلو. ما بصير تحكي هذا الحكي هارون، أصحك تحكي هذا الحكي. مسيك هارون، مسيك مسيك، هذا مفتاح بيتي القديم. هذا البيت فاضي ومن هلأ بتعتبره بيتك لحد ما الله يفرج عليك. لا تحكي ولا كلمة يا هارون، انت الإنسان الوحيد اللي وقف جنبي بمحنتي، وأنا مستحيل انسى لك هذا الشيء. اسمع كمان، اسمع مسيك، هدول زماناتي لما كنت مزنوقة رضيت آخذ منك، وانت هلأ لازم تاخذ مني. هي مو وحدة بوحدة بس الناس لبعضها يا هارون. مصرة يعني؟ مصرة. إصرارك بمحله. مثل ما قلت لك، اوعك تستسلم، ما بدي اشوفك هيك مرة ثانية. اطلعي عليك معناتها. نطلع؟ باي. لك أمي، الله يرتاح لك. نايمة هالولاد، هلا إذا فاق جوزي والله بيفتحنا. يا أمي شو بدي أعمل لهم؟ هدول الولاد جوعانين يا أمي، ما بيستاهلوا ياكلوا. تعي 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 لها معلقة نشا وسكر. تعي تعي حرمة الله يوفقك يا أمي. ابتسام أول أوريك شو شفت لجهازي. بعلمي ما معكم مصاري، من وين شريتي غراض؟ لك احذري شو صار. مو سونا راحت، قمت فردت جهازها، الاغراض اللي بدي اياهم ضميتهم لجهازي، واللي ما بدي اياهم بدلتهم عند ام الفوز، هلا الحمد لله صار عندي كل جهازي جاهز، ما ناقصني شيء. ايه بس ناقصك العريس. يبعث له حمى الغشيم وساعته، لك هذا بدل ما تزعلي على اختك، قال واحد قطع ايده والثاني قال منيح على الطنبوره. وانت الثاني، لك مشان الله قوم. قوم فز على حيلك، اهتم بالولاد، طلع مشيهم شوي. اوووه يخرب بيتك، قديشك طننه ولك حلي عنا يا. شو
يعني ما بدك تقومي تشوفي؟ يي مرفات يعني مو شايفه وضعي؟ مو شايفه وضعي؟ طيب قومي وانا بمسك لك من بعد شوي، ايه قومي. صبرا جميل وبالله المستعان. مرفت يا مرفت. ايه ايه شو بك؟ مين في برا؟ هاي ابتسام يا حرام، هي ولادها جاي من صاص الليالي، الله لا يوفق بنت حماها، قلعتها. بتقلعيها؟ علي الطلاق ما بتقعد ولادها هي بالبيت. لك شو مجنون انت؟ انا قلع بنتي من صاص الليالي؟ لك انت ما بتخاف الله؟ انتوا خفتوا الله لما رميتوا بنتي بالشارع؟ اسمعي يعني اذا عجبك هالكلام عجبك، ما عجبك انقلعي معها. ماشي ماشي يا رمضان، بس ليك انا اذا طلعت من هون ما حتشوف خلقتي، فاهم؟ وانت اذا طلعت من البيت بحياتك ما رح تشوفي افهد. لك انا تعودت، تعود الخد على اللطم، ما انا من وقت ما تجوزتك وانت مو مورجيني ولادي. بس ليك الولد لامه والعطر علي لامه. نروح عند بيت عمي ابو عرب. اعوذ بالله، بنام بالشارع ولا برو لعندهم؟ شو بكي علينا؟ طيب وين بدنا نروح؟ امشي روح نام بجامع الاموي. امشي. جبت بعت لك حما. ولك هذا هارون. مرحبا. لك اهلين حبيبي. لك عبت صغيره تقبرني. شو بك؟ وين رايحين؟ وين رايحين؟ قلعين. اطلعوا. مرحبا جاك الحرامي. لك ابني لمين هالفان؟ انا استاجرته، عندي فيه شغل. شغل؟ شغل شو لك امي؟ شغل امي، لا تسالي بمعيتك. امي حي لقينا قرن ننام فيها. امي اليوم حتنامي ببيتي. امي جهزي حالك. بيتك؟ انو بيت؟ انا استاجرته، عندي فيه شغل. لك هارون بعلمي قبل ساعتين ما كان معك النقلة، هلا هيك خلال ساعتين صار عندك بيت ومكرو. لك شلون؟ امي بلا مقلسة ماشي؟ ايه بس امك معها حق، يعني هارون بلكي عامل لك شي عملة او سارق لك شي سرقة. ابتسام بلا عليك، لا سرقة ولا شي. من الاخير حكيت وضعي للوسي، قامت زعدتني منيحين، ما كنت بدي احكي بس خليتوني احكي. يا الف الحمد لله طلع منا الخير الست لوسي واخيرا. بس بما انه معك المكرو معك، يعني شو رايك هيك بس تعمل لنا سيران، يعني مو سيران سيران، شي تفتيله بالشام، يعني كرمال امك اللي بتحبك وانت بتحبها. الله يوفقك يا رب. تروح اخا اخي. بصراحة أنا هارون ما عم يروح من بالي، أنا غلطت بحقه. لوسي بترجاكي تفهميني، مو انتقاص لألك، بس زواجنا كله غلط. وعن جد أنا بعتذر منك وبتمنى تفهميني وما تزعلي مني. لا ما رح أزعل، على راحتك. بس هذا ما بيعني إنه علاقتنا انتهت، وإذا اعتزتي أي Thank you.
صباح الخير يا صاحب. اهلين اهلين هارون، منيح اللي شفتك، في موضوع بدي احكي معك. وانا في موضوع بدي احكي معك. تشرف. لوين؟ وصلك بالمكرو تبعي. عم بشتغل على مكرو. الف مبروك يا صاحب، والله فرحت لك. فرحت لي ما؟ تشرف. أنا عن جد نهيت الموضوع، وأنا بعتذر منها كثير، حتى تعرف إنه فعلاً صعوبتها غالية، بس أنا تعاطفت معها لأن زوجها مهددها بالقتل وبدي آخذ منها البنت، وهي مسكينة ما لها دريانة وين تروح. هارون، أنا وقت اللي دريت إنه هذا الشيء بده يزعجك ويضايقك، والله دغري سحبت إيدي من الموضوع، رغم إني كنت بتمنى أساعدها. شو هارون؟ شيخك عم تدخن. هارون قل لي نحن لوين رايحين هلا؟ زينب عم بنزين. هارون مشان الله حاج تعزمني، لوين اخذني؟ اقدرك احكي لك حكايه الدبانه. هارون مالي متحرك من هون لتفهمني شو القصه. هارون مشان الله، معي القلب، معي الضغط. حرك ولا حركه ولا حيوان. هارون هارون شغل الله، هارون هارون حاج تعذبني يا هارون، مشان الله حاج تعذبني، خليني ارتاح شوي مشان الله. اتحرك يقطع عمرك مثل البزاقة، رح ريحك نهائي. أسيس لا يا صاح، ليش هيك عم تعمل؟ هلا صرت احمر؟ لكن يا واطي بعدك تخطبني المخلوقه وتصيدك تتجوزها؟ والله تركتها مشانك يا هارون، ما هي مرسومه جوات قلبك يا هارون. ايه مرسومه جوات قلبي؟ مع اساس لي مرسومه جوات قلبي عملتي لي؟ سامحني يا هارون. والله لا يسامح ولا هلا سامحتك بس مو كثير بموتك هارون. طالما سامحتني يا هارون. ليش دبر عم تجذبها؟ مشان الله فهمي. اقسم بذات الله لضل اقتلك، لضل اقتلك، لضل اقتلك، ليطلع ابليس يلي ارحمه ارحمه. شو ما في بقلبك رحمه؟ بس انا شو عملت لك هارون؟ والله ما عملت شيء. هارون شو عم تساوي؟ لا اخذني يا هارون. عود 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 شوي 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 عود شوي شوي شوي. شفت هذا الطقطقة تحتك شو هو؟ شو هو يا هارون؟ لغم. قولي هات حوافرك. نزلوا على بعض. سامحني يا هارون. نزلوا على بعض خلصني.
أماني أماني تحرك. هارون. سلام. هارون لا تروح. هارون لا تروح. أنت جدي بهذا الموضوع. هارون. مشان الله والله ترك لك يا هارون. لا تروح هارون. هارون. شو بدي اقول لك؟ هي وحده معها مصاري. يعني العالم بتحبها مشان مصاريها، وانت لازم تشلحها كل شيء. ان شاء الله فكرك عم يحبوها على جمالها ولا لانها ممثله بتكون غلطان. صح حبيبي صح. بتعرفي فوفو؟ أنا بعرف شو بدي أعمل معها. بدي خيرها. يا بتعطيني المصاري يا باخد سارة. وهيك هي شو راح تعمل؟ باخد سارة، صح؟ يا حبيبي بجوز تثبت إنك بتتعاطى وهيك ما فيك تحصل على سارة.